وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات، فنحن نشهد خير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، ونحن اليوم في يوم النحر، وهو من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. وخير الأيام عند الله يوم النحر، ولهذا كان العيد من أعظم شعائر المسلمين، فيخرج فيه المسلمون إلى الصعدات مهللين مكبرين معظمين الله تبارك وتعالى، مظهرين لاجتماعهم وائتلافهم ووحدة كلمتهم. فإن الله سبحانه وتعالى، أيها المسلمون، قد ارتضى لنا هذا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام قد سأل عنه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الخمس أيها المسلمون هي أركان الإسلام، من أتى بها فهو المسلم، له ما للمسلمين من الحقوق، وعليه ما عليهم من الواجبات. فأول هذه الأركان وهو أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أعظم كلمة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وقد ظهرت عليه علامات الموت، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما أعظمها من كلمة جاء بها كل النبيون. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني كالأخوان اللي أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، ديننا واحد. جاء به نوح وموسى وعيسى وإبراهيم وإلياس وأيوب وزكريا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ما من نبي إلا وجاء بهذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة العظيمة، لذلك احرص أيها المسلم على نقائها وصفائها وجلائها، فإنها هي مفتاح دار السعادة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل القرآن يتكلم عن تحقيق كلمة لا إله إلا الله. ولذلك احذر أيها المسلم الكريم مما يناقض لا إله إلا الله، ومنها أعني مما يخالف هذه الكلمة وينقضها إتيان السحرة والكهان الذين يكتبون الأسحار للضرر، ويكتبون الأسحار للزواج ولغيره من الأغراض. مش زول يكتب السحر ويتعامل مع الكهان عشان يتزوج، عشان يكسب مال، عشان يحسم عداوة له مع شخص معين، عشان يكسب وظيفة، عشان ينحي شخص آخر من وظيفة، يتعاملون بالسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا، انتبه للكلمة دي، ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. النوع اللي بيمرق من بيتهم يقول لك مما قابلني فلان ذاك، أو قابلني ذو الأعور أو أعمى أو إنسان مكسور، يقول لك اليوم ده يوم أسود، هذا من التشاؤم. وليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. مما يخالف هذه الكلمة الحلف بغير الله، اللي بيحلف بالخوة، واللي بيحلف بما هو معظم عنده، واللي يحلف بغير الله أيا كان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر رضي الله عنه وهو يحلف بالخطاب، قال: والخطاب؟ قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مما يخالف هذه الكلمة العظيمة إتيان الناس للعرافين، وذهاب كثير من الناس وخاصة في أيام الأعياد إلى المقابر. لماذا؟ منهم من يجدد الأحزان فيتفقد الميت ويتكلم مع الميت ويجدد الأحزان، هذه مخالفة. والأعظم منها من يأتي إلى القبور، قبور رجال صالحين أو غير صالحين، فيسألهم من دون الله قضاء الحاجات وتفريج الكربات وكشف الأزمات، يسأل الميت، والميت يحتاج إلى دعائنا ولا نحتاج نحن من الميت في شيء. أنت لست بحاجة إلى ميت، الميت يحتاج إلى دعاك، تسأل الله له المغفرة والرحمة. أما كثير من الجهال يذهبون إلى قبور الصالحين أو من مكانهم فيسألونهم ويدعونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاعلموا أيها المسلمون الكرام أن هذه المخالفات من وقع فيها أو في شيء منها ناقض لا إله إلا الله، ولا تنفع هذه الكلمة. إذن نحرص أيما حرص. ثانيا من أركان الإسلام الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته
وقد أرسل عليه ستارا، فخرج إلى الناس فنظر إلى جموع الأمة من أصحابه وهم يصلون فقال الحمد لله. لما نظر إلى مظهر المسلمين وهم يصلون، أتت عمر ابن الخطاب الوفاة بعد ما طعن 6 طعنات في المنبر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعن 6 طعنات وهو يعاني سكرات الموت، وكان في الصلاة بعدما ذهب إلى بيته وأفاق سأل الناس، قال أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، فإنه لا إسلام لمن ترك الصلاة، لا إسلام لمن ترك الصلاة. احرصوا أيها المسلمون على أطفالكم في البيوت، قال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع. تم 7 سنوات أقول له صلي، قبل ما تقول له قوم وأجهز للمدرسة قل له صلي. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لو تم 10 سنوات ما بيصلي أجلده. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. كيف تذهب أنت إلى المسجد وتشهد الصلاة مع الجماعة وأولادك في البيت نائمين؟ الصلاة الصلاة أيها المسلمون، حافظوا عليها في المساجد، فإنه من حافظ عليها كانت له نورا وهدى يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وأمية بن خلف. فالصلاة الصلاة أيها المسلمون. ثالثا من أركان الإسلام الزكاة، أدوا زكاة أموالكم. وأيما مسلم كنز مالا ولم يعطي زكاته كان عليه وبالا يوم القيامة. قال سبحانه يوم يحمى عليها في نار جهنم، ده المال بتاعك، يوم يحمى عليها في نار جهنم تتسخن الأموال دي فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أخرجوا زكاة المال. قال ابن عمر وأي مال أخرجت زكاته فليس بكنز، ده ما حرام، أجمع المال ما حرام، لكن طلع الزكاة في ميقاتها وبمقاديرها. رابعا صوم رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحمد لله الناس أكثر حفاظا على الصيام منه على غيره، فصوم رمضان واجب على من شهده خاليا من الموانع أن يصوم هذا الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. خامسا حج بيت الله تعالى، من استطاع إليه سبيلا. واستطاعة الحج استطاعة بدنية، تقدر تمشي الحج، واستطاعة مالية، عندك المال الذي تحج به فحج إلى بيت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، يعني تمشي عمرة والتانية بكفر لما بيناتهم. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الناس بيخافوا على مالهم، بيخافوا على المال، يقول لك 90 مليون أحج بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. ده اللي بينفضنا الفقر ده بعيد. حج إلى بيت الله، فالحج واجب والعمرة واجبة، مرة واحدة في العمر حج إلى بيت الله وانوي. فمن نوى وعزم وفقه الله تبارك وتعالى، وحتى لو مت أجرك مكتوب. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أنوي واعزم وابدأ
ربنا بوفيك لو ما توفقت يتكتب لك أجرك كامل. هذه أركان الإسلام أيها المسلمون. أخيرا مما أختم به كلامي في هذه الخطبة أقول الأضحية أفضل عمل في هذا اليوم، أفضل عمل ذبح الأضحية وتذبح تغربا إلى الله، مش تفاخرا ولا تباهيا ولا تعاليا على الناس ولا عشان أولادك يكونوا فرحانين، لا، هذا العمل يقدم لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأضحية تطلع من القلب قبل ما تطلع من الجيب، لله. اذبح أضحيتك وتكون خالية من العيوب، لا تكون مريضة مرضا ظاهرا ولا تكون ضعيفة ضعفا شديدا ولا تكون عوراء عين مقدودة ومن باب أولى العينين الاثنين، ولا تكون كذلك مكسورة الرجل عرجاء. فلو سلمت من هذه العيوب الأربعة فهي أضحية مشروعة، لو بقت أضانة مقطوعة ما مشكلة، قرنها مكسور ما مشكلة، هذه عيوب خفيفة ما بتؤثر على صحة الأضحية، الأضحية صحيحة إذا كان فيها مرض بسيط أو عرج بسيط أو كان العرج بسبب ربط الحبل، ربطوها بحبل فصار في عرج بسيط، لا يضر هذا. وكذلك كلوا منها بعد ما ذبحت أنت، كل منها وتصدق وأهدي إلى جيرانك وإلى أصحابك، حتى لو عندهم أضحية برضو أهدي لهم، هذه من السنة. ما في التقسيم اللي بيقولوا سبعة أكوام أو بعضهم يقول لك تقسمها لثلاثة، هذا مو ثابت في السنة، ما صحيح. إنما تأكل وتدخر وتتصدق وتهدي إلى أصحابك. أيضا مما يسرع في هذه الأيام التهليل والتكبير عقب الصلوات وغيره. أيضا مما يهتم به في هذه الأيام صلة الرحم وزيارة الأصدقاء، وخاصة أصدقاء الوالد أو الوالدة الميت، هذا من بر الوالد، تزور أصدقائه وتحسن إليهم. أيضا مما ينتبه إليه في زيارتنا لأرحامنا ألا نكشف العورات وألا نتجرأ على الأعراض. سلم على النساء وبارك لهم العيد وهنيهم، لكن ما تدخل على النساء من دون حجاب. الواحد لما يدخل جوا محل الحريم بعد ذاك يا دوب يصفق يديه ولا يعمل إشارة، خلي النساء يتستروا ويلبسوا الحجاب وهنيهم بالعيد وزور الأرحام، ما في بأس في هذا كله. أيضا يا أخواننا مما يهتم به ألا نجدد الأحزان في بيوتنا. الناس عندهم إنسان ميت قريب ما يحول يوم العيد إلى يوم عزاء، يلبس الأسود ويترك الأضحية وما يفرح بالعيد ويقعد يبكوا، واللي بيجيهم داخل بدل يهنيهم بالعيد ويظهر السرور يقعد يعمل معهم بكا وعزاء من جديد، هذا لا يجوز يا أخواننا. اليوم يوم فرحة، هذا يوم أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما نحرص عليه حماية أعراضنا من الذين يخرجون، الناس اللي بيخرجوا للساحات العامة وإلى أماكن الفسحة والنزهة، ما في مانع كل إنسان يروع عن نفسه، ما في مانع، لكن يبتعد الإنسان عن أماكن الاختلاط وأماكن السفور وأماكن المصائب، لأنه دي بذرة إلى مصائب كبيرة جدا. تعود أبنائك الليلة إنه يطلعوا بكرة يأتوك بمصائب وبلايا. وأيضا مما أنبه عليه أخيرا أن خطبة العيد اختلف العلماء فيها، هل هي خطبة واحدة أم خطبتين، على خلاف اجتهاد طويل، من صلى خطبتين فصحيحة ومن صلى خطبة واحدة فصحيحة، ونحن أميل إلى الخطبة الواحدة في خطبة العيد، تكون واحدة ما فيها جلوس وتكون مرة واحدة وفيها الموعظة للمسلمين والنساء. فأعظ نفسي وإياكم أخيرا بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله جل وعلا
في سرنا وعلانيتنا في منشطنا وفي مكرهنا، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ونبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن إلى أهلنا وجيراننا ومن ولانا الله تبارك وتعالى أمرهم. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يبرم لنا جميعا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل المعصية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يتولانا برحمته، وأن يغفر لموتانا، وأن يسعدنا في هذه الأيام العظيمة المباركة. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال والدعوات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.